مرت علينا ذكرى الإمام الحسين عليه السلام في يوم أربعينه. والحسين ليس شخصية تغيب عن العقل وعن الوجدان وعن الشعور لنتذكره في مناسبة هنا أو هناك، ولكن الحسين عليه السلام حاضر في عقولنا وفي قلوبنا، ويبقى في حركة دائمة في كل تطورات حياتنا، عندما ينطلق الحق ليواجه التحديات التي تحاول أن تضعفه أو تسقطه أو تبعده عن حياة الناس، أو عندما ينطلق الباطل ليتركز في واقع الناس في جميع أوضاعهم.